خضر ونصار عرفوا اللي حصل مع شادية وسعد اتقتل ليه وازاي. تعالوا نحكي لكم ملخص الحلقة 22 من مسلسل العتاولة. بتبدأ الحلقة وبنشوف خضر وهو رايح لعم خميس والنية اللي مبينها عشان يعلمه الصيد، بس النية الحقيقية عشان ينقل الكلام عن حنة. وقعدوا مع بعض على البحر وكانوا بيضحكوا ويهزروا، وقال له عم خميس انه غشيم، لكن خضر رد عليه وقال له الغشيم هو اللي بيعاند مع عيسى الوزان، حتى البنت اللي حبيناها كلنا حنة. فقال له عم خميس مالها، فحكى له خضر انها متهمة في قضية قتل وان عيسى هيخلص عليها وعلى نصار وعلى الكل يا عم خميس. فقال له عم خميس انت جاي لي ليه؟ عايز مني ايه بالظبط؟ فهمه طبعا وعرف انه مش سالك. فقال له خضر عايز نصار يرجع معايا من تاني، انا عارف انه مفتاحه معاك. وشفنا حنة وهي بتحكي للبنت اللي مستخبية عندها عن حبها لنصار وانها عاشت طول عمرها من غير اب وما صدقت لقت اللي تحبه وتتجوزه عشان عوضها عن باباها، وان النصار بقى كل حاجة في حياتها، وان النصار جدع وسند وممكن يرمي نفسه في البحر عشانها. وفي مشهد تاني شفنا عيسى وهو داخل الفندق بتاعه وهو متعصب جدا وبيقول الموظفين كله هيتحاسب وجمعهم واتهمهم كلهم بسرقة ايه بقى؟ سرقة تليفونه، لانه اتسرق واتقفل. وشفناه وهو بيحقق مع الموظفين وكلهم انكروا انهم سرقوا حاجة، لكن نورة قالت له انها تقدر تعرف مكان التليفون. وبعدين فجأة نصار خد حنة على البحر وهي مش لابسة نقاب، عادي جدا بوشها وواقفين وبيتكلموا ولا كأن في اي حد بيدور عليها. المهم يعني عرفنا ان نصار هو اللي سرق تليفون عيسى واداه لحنة وقال لها انه عليه دليل براءتها واللي هي تسجيلات اعترافاتها وفيديوهاتها، ومسكوا التليفون ورموه في البحر. وبعد كده راح نصار لعم خميس ولقاه متغير عليه كده، فسأله فيه ايه؟ فقال له هي حنة قتلت قتلة صحيح؟ ففهمه نصار الحقيقة وقال له ان خضر بيدور على اي طريقة يجيبه بيها تاني في الشغل. وفي وسط الكلام كده قال نصار اعمل ايه؟ اخويا وامي. فقال له عم خميس لا، وطبعا احنا فاهمين قصده ايه، ورجع صلح كلامه ودار على الجملة دي قبل ما النصار يفهم غلط. وفي المشهد اللي بعده شفنا خضر وهو رايح لديحة وبيقول لها انه هيتجوزها بس يفوق من اللي هو فيه، وبيضحك عليها بكلمتين حلوين. وبالنسبة لمالك اللي كان في المستشفى فحالته الحمد لله بقت شبه مستقرة وابتدى يتحسن. وشفنا ابو مالك اللي هو مش ابوه ده يا جماعة، يعني قصدنا اللي ربه، وهو بيتخانق مع عيشة عشان هي سبب في كل ده. وفي المشهد اللي بعده حنة ونصار على البحر تاني وبتسأله هو ليه ساب عيشة وما بيرجع لهاش رغم الحب اللي هي بتحبهوله، وهل هي السبب في ده؟ فقال لها نصار انه زمان لما طلق عيشة وراح وقال لها انه اسف وطلب منها تسامحه فضحته قدام الناس كلها، وساعتها شاف منها أسوأ عمره ما شاف زيها تاني، وقال انها ام عظيمة بس مش زوجة كويسة، وان عيشة ما كانتش حنينة معاه ولا بتحتويه. نيجي بقى للمشهد التقيل، شفنا بقى قطة عملت ايه زي ما وصتها سترة، دخلوا على سعد في وضع مخل يعني وعملوا عليه حوار، قال يعني بوليس الاداب وكده، وصوروه بالموبايل كمان. اما شادية بقى فتغيرت مع عاطف خالص وابتدت تبقى حنينة جدا معاه، وقالت له انها شافت خضته عليها وحبه ليها وانها عمرها ما هتلاقي حد زيه ابدا. وتاني مفاجأة في الحلقة ان سعد انتحر او اتقتل بالشنق وهيقولوا انتحر. المهم لقيناه متعلق في السقف، وعرف عيسى من السبتي ان هندية هي اللي وزت الرجالة يضربوا عليه نار، وعرفت شادية ان سعد مات من سترة وشكت في امها طبعا، بس سترة قعدت تتوه في الكلام كده عشان ما تقولهاش الحقيقة. وقابل واحد نصار وخضر وهما ماشيين مع بعض وقال لهم احنا ما ينفعش نسكت عن نمرة اللي عملها سعد. فقالوا له نمرة ايه؟ قال لهم الورقة والجواز، فاتصدموا وما كانوش فاهمين اي حاجة. وخلصت الحلقة،